قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. في هذه الآيات، الآية المباركة في سورة الأنفال، هناك إشارة إلى موضوع واقعة بدر الكبرى، وهي المعركة الأولى في تاريخ الإسلام التي جعلت علامة فاصلة بين تاريخ ما قبل بدر وما بعد بدر، وهي المعركة التي أعطت للمسلمين أو لبعضهم علامة امتياز. يعني كيف اليوم ينطون مثلا مدل أو ميدالية، في عندنا بالتاريخ الإسلام عندنا شيء اسمه البدريون، أشهد أنك قد مضيت على ما مضى عليه البدريون، يعني شيء مو قليل. البدريون علامة متميزة، يعني هؤلاء كانوا من المخلصين، طبعا ليس كلهم، لأنه سأبين يمكن، لأن في حديث عندنا أنه الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. وهذا إخواننا يداولوا دائما ويستدلون به على صحتي وعلى كل حال شرعية كل الذين حضروا في بدر إلى آخر الحياة. وهذا الشيء خلاف يعني مبادئ الدين الإسلامي، لأنه بعد ما في داعي للأحكام الشرعية. إذا النبي يقول للناس خلص تعملوا اللي بدكم، يا الله تعالى غفر لكم، وهذا معناته الإنسان لو يقتل يزني يسرق، مع أنه الله غفر له، هذا ما موجود عندنا في ديننا، ما عندنا الصق غفران. بالمسيحية يمكن موجود في بعض الفترات، كان في الإسلام اعملوا يمكن الله غفر لهم ما مضى، يمكن غفر لهم بعض كذا الأمور، ولكن أن ينطي ضمان للواحد أبدا. أحاديث كثيرة واضحة أنه النبي في آخر، يعني كما ينقل، في آخر لحظاته في وصيته يقول لعمته صفية: يا عمي صفية، ولابنته فاطمة كما في روايات، أنه اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا تدرس أنه ما في ضمان لأي إنسان في نظر الإسلام أنه هذا مضمون، خلص مثل ما تشتري الآن بضاعة مضمونة، يعني ما عندنا شيء بالإسلام. هذا المفهوم يجرأ الإنسان على المعصية، ولهذا عندنا بعض الأحاديث تعاكس هذا تماما. يأتي في يوم القيامة مجموعة من أصحاب الرسول، وهذا كذا رواه البخاري وغيره، ويقول يقال لهم، يعني يبتعدون عن الحوض، كان جايين للنبي فيقال لهم سحقا ذهب، يعني فيسأل النبي: ماذا جرى؟ يقال: هؤلاء أحدثوا من بعدك، إنك لا تدري، فإنهم قد أحدثوا من بعدك، غيروا يعني. هذا واضح صريح يعني، وغير أحاديث كثيرة. المهم، في السنة الثانية وفي يوم 17 في مثل هذا اليوم رمضان بدأت هذه المعركة، ولكن لطيف أن نقف عند بعض الدروس فيها، ولست في مقام ذكر تفاصيل يعني المعركة لأنه كلام طويل. في مثل هذه الواقعة 17 رمضان، طبعا هي بدأت يعني صارت 17 لكن بدأت قبل 17 رمضان، حيث أنهم ذهبوا في أوائل رمضان، يعني يوم 3-4 اختلاف، راحوا إلى المعركة في شهر رمضان بدأت المعركة، وكان المسلمون قد أعدوا من أول الشهر إلى أن يقاتلوا في وهم صيام، طبعا راحوا في شهر الصيام طبعا، وتعرفون الجو الحار وقتل، يعني مو شغلة هينة، وقتل لأكبر قوة في المنطقة. هذا يوقفنا عند نقطة مهمة، أن شهر رمضان ليس شهر الراحة وشهر النوم. بعض الناس يعتبر أنه ما دام صائم يعني خلص ينام يرتاح، وإذا تقول له في محاضرة أو في مثل مجلس أو في كذا يقول: لا، نفطر نشرب شاي بعدين نتحلى. هذا الفهم اللي أدنى عن رمضان حقيقة ما كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا انتصروا، لأنه بس يعني يأكل ويشرب شاي وبعد راح تدري أنت ما نكمل يعني، فبعد ما عنده قابلية يعني يفعل. هؤلاء في شهر رمضان، الدرس المهم يعلمنا أنه رمضان شهر للحركة، وشهر للجهاد، وشهر للصمود، وشهر للمواجهة، مو شهر النوم. الآن في بعض الدول العربية مثلا يمكن الموظف يشتغل ساعتين ويرجع لبيته، تقول لي: أقول صيام، والله صائم، وذا صائم
زين. فهؤلاء طلعوا في أوائل شهر رمضان ورغم المعاناة والحرب لكن كانوا متحمسين. طبعا مو كلهم كانوا راغبين بالحرب حقيقة، هذه القرآن يسجلها. الآية الكريمة واضحة، شوف: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين مؤمنين لكن يكرهون الحرب، كما كثير من عندنا يكره الحرب. زين، مو يكره الحرب، بس احنا مو الحرب، روح الجامعة يمكن يكرهها، بس حرب بها قتل وموت، لا، محاضرة مريحة وأكل وراها يمكن بعض الناس ما يحب. زين، فكيف الحرب وذاك الزمن يعني؟ يقول: كأنما يساقون إلى الموت. سبحان الله، مجرد الخروج. هو لماذا خرجوا أصلا؟ قافلة لقريش، كان قريش عندها كل أموالها في قافلة يبعثوها إلى الشام، رحلة الشتاء والصيف، معروف قريش عندهم تجارة، يبعثون قوافل بالشتاء بالصيف. فقافلة الشام لما خرجت كانت تحمل تقريبا رؤوس أموال قريش، يعني العصب الاقتصادي لقريش هو هذه القافلة، يعني جدا مهم. زين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي لم يبدأهم بقتال، لا يقول الإنسان النبي صار يعني يأخذ الأموال من عندهم، لا، أراد يشكل خطر على وجودهم الاقتصادي، وهذا جدا مهم. بعد أن انتقل النبي إلى المدينة، لا تتصور قريش تركت الرسول، يعني هكذا بقوا يخططون مؤامرات، يتأمرون مع المنافقين ومع اليهود حتى يضربون المسلمين، والنبي يدري بهذا كله، يعرفه، حتى بات المسلمون في حالة من الانذار، كما يقولون انذار، يعني يومية يتوقعون تجيهم الضربة، وهذا وضع غير طبيعي، لا يمكن أن يستمر هكذا باعتبار قريش تهدد دائما وتبعث الجواسيس وإلى آخره. فقال، أراد النبي أن يشكل خطر على قافلتهم، كان يترقب أخبار القافلة، هي راجعة من الشام بقيادة أبي سفيان رأس الكفر، وعرف أبو سفيان أن القافلة في خطر فأنقذها، سلك طريقا آخر وراحت القافلة إلى مكة سلمت. في هذه الحالة يقولون قبل أيام عاتكة بنت عبد المطلب رأت رؤيا، وهذه الرؤيا أنه في جبل أبو قبيس معروف في مكة، أنه في صخرة كبيرة نزلت في من جبل أبي قبيس وتوزعت يعني إلى قطع صغيرة، فما بقي بيت في مكة إلا ودخلته من هذه الحجارة، يعني كأنه البلاء جايهم. فخبروا أبو جهل وكذا، قال: أما يكفينا أنه بنو هاشم يتنبأ رجالهم حتى صار نساءهم تنبأ، حتى النسوان صاروا يتكلمون بالأحلام وغير ذلك، فوالله سننظر بعد يومين إن حدث هذا الشيء فبها، وإن لم يحدث فسوف نكتب كتاب أنه أكذب بيت في قريش من بنو هاشم. فعلا بعد يومين جاء ضمضم بن عمرو اللي هو كان بعث أبو سفيان يصيح: اللطيمة اللطيمة، القافلة يعني اللطيمة اللطيمة، اتركوها يعني خلصوها لأن راح تروح أموالكم. ففعلا شافوا هالرؤية كانت يعني انطبقت عليهم. بعد هذه الواقعة قريش كان بإمكانها أن تظل في مكة، ولكن جبروتهم والأنفة اللي عندهم ما قبلت أن يبقون، أكثرهم أبو جهل وجماعته قالوا: لازم نطلع ونلقي المسلمين درس لن ينسوه، ولازم هيبتنا أمام العرب ما تروح. طلعت مجموعة قريش، طلعت مجموعة تقريبا 1000 شوية منهم، ووصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المسلمين كانوا طالعين لوين؟ للقافلة، نعم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كان يحبون أنه مو الحرب تكون القافلة، يعني يسموها العير، العير أو النفير. فسألهم النبي، كان أغلبهم يفضلون أنه القافلة لأن بها يعني بها أشياء غنائم بها، فما كان متوقعين حرب، كثير من المسلمين ما متوقعين حرب تصير، أنه إحنا طالعين للقافلة. ولهذا من صارت قضية القافلة نجات، وإذا يواجهون جيش قريش صارت قضية غير شكل، فبعضهم تردد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم راد يبين عظمة بعض أصحابه، أو يختبرهم أو يعطيهم يدربهم على قضية المشورة، استشارهم. هذه يعني الغاية، النبي مو محتاجهم. ما رأيكم؟ طيب الآن قافلة راحت والآن قريش جاية، نحارب ولا لا؟
قام المؤرخين يذكرون هذا، قام بعض الجماعة من الصحابة قالوا يا رسول الله هذه قريش وخيلاؤها ما ذلت منذ عزت، ما فينا قريش. قال اجلس. الثاني كذلك. ثم قام المقداد قال يا رسول الله هذه قريش وصحيح وخيلاؤها، لكنه نحن نقول لك لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون. كيف النبي؟ طبعا الصحابة اللي ذكروا الكلمات الأولى مذكورة أسماءهم، لكنه المؤرخين يمرون عليها مرور الكلام، يقول قال فلان وأحسن وبس، لكن ما يذكرون ماذا قالوا لأنه في قضية بها إلنا. لكن المقدار كلامه مذكور، ليش يذكرون كلام المقدار؟ ايش معنى؟ على كل حال فالنبي ارتاح حقيقة، بس المقدار مهاجر، النبي يريد الأنصار، الأنصار هم اللي لأن هم الذي أروا النبي، وكان شرط الأنصار لعله أنه ندافع عن الرسول يمكن في المدينة، يمكن هيك مفكرين أنه النبي ما دام بالمدينة ندافع عنه، فخارج المدينة لا. قام بعض الأنصار قالوا يا رسول كلام جميل، قالوا له لو خضت بنا هذا البحر لأخذناه معك، سر على بركة الله احنا معك. فارتاح الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخيار وقال سيروا على بركة الله، وطلعوا فعلا إلى موقعة بدر، إلى آبار بدر، منطقة حوالي قريب مدينة. فوصلوا إلى بدر هناك، طبعا مسكوا اثنين من المشركين من غلمانهم، سألوهم يعني أسرهم قبل المعركة، قالوا له كم عدد قريش؟ قالوا لا ندري. قالوا كم يأكلون كل يوم؟ قالوا ينحرون 10 من الإبل، 10 جمال يوميا ينحرون. عرفوا أنه 10 كم تؤكل يعني؟ كل تقريبا الواحد يعني يطعم منها تقريبا حدود 1000 يعني، عرفوا هذا. وقريش كان قد أخذوا على يعني زعماء قريش أبو جهل وجماعته أنه كل يوم واحد يطعم الناس عليه، يطعم يسوي أكل يعني عليه هو كل يوم على واحد يعني زين، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. بعض الناس ينفق أموال لكن يوم القيامة لا حصل ثواب بل تكون عليه حسرة ولهم عذاب أليم. فالوجاهة يعني نوع من الوجاهة كما هي موجودة عند كثير من العرب مع الأسف إلى هذا اليوم. فلذلك عرفوا أن هؤلاء مجموعة كذا، المشركين أخذوا موقع جيد، أخذوا مكان جدا جيد لأنه يبدو الأرض ثابتة أكثر، بقى المكان الآخر اللي فيه تراب يعني والأرض تغور فيه رمل يعني تغور فيه الرجلين، وهذا مو محل قتال يعني ما يصير القتال فيه، المكان غير جيد. كان الآبار تقريبا هناك عنده جماعة المشركين، فصار نوع حرب غير متكافئة، هؤلاء قلة ذولاك أكثر منهم، ذولا ما عندهم مثلا إلا فرسين إلا سيوف قليلة، مجموعة جدا قليل البقية بالعصي إلى هذه الدرجة يعني. قريش عندهم تقريبا 300 إلى 400 فرس، قليل يعني مقابل فرسين، عندهم جمال المسلمين كان بس جمال قليلة يعني. فالنبي شاف القضية هذه قضية يعني بالموازين العسكرية ما راح تمشي، ولهذا وقف صلى الله عليه وآله وسلم ودعا الله عز وجل، قال اللهم أنجز لي ما وعدتني، أنت وعدتني بالنصر يا رب وبإظهار هذا الدين، واليوم نحن في مفصل مفاصل مهمة، إما أن يزول الدين وإما أن يبقى، فاللهم أن تهلك أو تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. وطبعا كما ذكرت الله تعالى استجاب له، وبعد أن قرر قرارهم على الحرب كان صلى الله عليه وسلم في قلب المعركة في قلب القوم حتى يهيئهم حتى يقودهم قيادة فعلا، مو قيادة يعني من وراء الكواليس كما هو اليوم في أكثر القادة. المسألة المهمة اللي نقف عندها في بدر أنه أول شيء كان هدف المسلمين ما هو؟ هدفهم لم يكن أموال، لا، يقول اللهم أن تهلك هذه العصابة، مو انه بعد ما عندنا اموال، لا تعبد في الارض، الهدف هو اقامه دين الله عز وجل، هذا الهدف. فان يرتفع اراد النبي ان يفكر المسلمون بهذا الهدف دائما في حياتهم، انه يرتفعون عن الاشياء الماديه غنائم ما غنائم، لا، انتم صح تحبون الغنائم لكن في شيء اهم من الغنائم. وثانيا النبي راد يعلمهم على ان يعتمدوا على انفسهم، هذه الروح لازم يعتمدوها المسلمين
وأن يواجه الأمور ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يواجه الأمور أحيانا ما يعجب الإنسان، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تجري السفن. يعني واحد محتاج ما يعجبه رب حار، تجري الرياح على غير الطريق اللي هو يعجبه، لكن لازم يواجه الأمر، لابد يواجه. هؤلاء ما كان عاجبهم لكن لابد يواجهه، هذه الحقيقة. فلذلك بعض المسلمين عبروا عن روح الانقياد والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإسلام، تسليم كامل. أنه يا رسول الله حارب نحارب معك، تسالم نسالم معك، أنا سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم. ما يعترض لا ليش النبي حارب وشو بدنا بالقافلة وخلنا نرجع لبيتنا، هذا موجود في كل زمان يعني. لا، هؤلاء كان بعضهم جدا منضبطين بحيث أنه ماذا يقول لهم النبي، هم جنود فقط ينفذون هذا المعنى. طبعا كما ذكرت عدة وعدد قليل عند المسلمين مقابل عدة وعدد أكثر عند المشركين، وليس هناك تكافؤ. لكن الفرق أين؟ الفرق معنويات المسلمين كانت أعلى، المسلمون كانوا أقوى بالمعنويات. وكما ذكرت الله تعالى ذكر في القرآن أنه أمدهم بملائكة في بدر، أمدهم إذ يغشيكم النعاس أمنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لما نزلوا المسلمين في بدر يقولوا كانوا في خوف عندهم رعب، صار المساء صار الليل، مو عارفين كيف تتأول الأمور إلى يوم غد. مطرت الدنيا، الأرض اللي عليها المسلمين الرمل لما تمطر يصير قوي يثبت، الله تعالى ثبتهم أكثر. كان بعضهم في حاجة إلى الماء، أخذوا من المياه يعني عبوا المياه من المطر، و الله تعالى ألقى عليهم نعاسا. الإنسان لما يكون مرهق وصل نفسيا ينام يرتاح شوية، هذا مرهق نفسيا حقيقة يرتاح، ولهذا كان يفكرون بأمور كثيرة يعني موت بها القضية. فسبحان الله، الله تعالى ألقى عليهم نعاسا، وكان جدا ضروري حتى يشعرون بالاطمئنان والسكينة، فهذه كانت يعني منقبة. وطبعا وإن كان بعض الناس دائما هذه المنقبة ملازمة إلى قصة بالمحاضرات يعني هذا غير جيد. في بعض المواطن النعاس جيد، إنسان ناعس ينام يعني حتى يستعيد نشاطه ويكون نشط أكثر. ولهذا الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة يقول في معنى مضمون كلامه: ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت. هذه مو جيدة يعني، بعض الأحيان النعاس ما ينفع. فعلى كل حال، بس في معركة بدر كان النعاس له دور في أن يعيد لهم حالة الاطمئنان والثقة بأنفسهم، فكان جدا جيد. وبعد ربط على قلوبهم وألقى في قلوب أعدائهم الرعب، هذا جدا مهم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد نصرت بالرعب من مسيرة شهر. يعني يسمعون قريش بالنبي خافون من عنده، ويدرون هو كان يعني رحيم، رؤوف الرحيم، لكنه الله تعالى أيده بهذا السلاح. والإمام المهدي سلام الله عليه سوف ينصر بالرعب أيضا. نعم، يمكن ما عنده هذه الإمكانات اللي عند أعدائه، ولكن اسمه راح يخوف أعداء أكثر من الفعل الأسلحة اللي عنده وكذا، هذا جدا مهم. فلذلك الله تعالى ألقى في قلوب المشركين الرعب. والغاية من هذا كله أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أنه يعلم، يعني يريد أنه يثبت كما ذكرت دعائم هذا الدين في أول بدايته. لأنه يعني هؤلاء يريدون القضاء عليه كله، قريش جاية هدفهم ماذا؟ قالوا نريد أن نجزرهم جزرة، هكذا قال أبو جهل، هدفنا أن نقتلهم، نقتل علي وحمزة وكلهم هؤلاء، نقتلهم ونخلص منهم، وحتى أن نورجي العرب نحن أقوياء، هذا هدفهم. ولهذا لما أجوا إلى بدر جابوا معهم المغنيات، قيان يسموهم، الخمور، زقاق الخمر على الطريقة العربية يعني، خمور ونساء زين وطبول، طبول الحرب وأكل، وبعدين إلى جهنم وساءت مصيرها، مثل الآن ذول اللي يروحون إلى الجنة يتعشون مع النبي، يعني يفعلون الجرائم باسم الدين وباسم الجهاد في سبيل الله. أول شيء، النبي ما بدأهم بأخلاقيات حرب بدر، ما بدأهم النبي بقتال، لا، النبي لا يبدأ أحد بقتال، يريد يدعوهم. فلذلك يعلم المسلمين أنه دائما ليكون القتال هو الأساس، الأساس هو السلم في الإسلام، لكن القتال أحيانا يكون عملية
جراحية ضرورية الإنسان يسويها، لا بد من ذلك إذا ألجأ إلى هذا الموقف. فكان صلى الله عليه وسلم هو موقفه أن لا يبدأ بقتال، وهكذا كان الإمام علي عليه السلام في كل معاركه يدعوهم أول مرة، إذا ما استجابوا عند ذلك ينازلهم. فهذا أيضا نهج شيعتهم، نهج شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. ما عندنا في تاريخ أتباع أهل البيت أنه الشيعة يكون المعتدين، ما أعتقد. قد تقول الناس يسموهم شيعة، نعم يمكن، لكن كخط يعني أنه واحد مثل إمام أئمتنا أو فد مرجع من مراجع مراجعنا الكبار مثلا يقول يلا اهجموا على ذول الطرف الآخر، ما عندنا هذا الشيء إطلاقا. أصلا عندنا الحرب الجهاد، يعني الجهاد يسموه جهاد الدفاعي، كل دفاع عندنا الآن في عصر الغيبة جهاد دفاعي، يعني يعتدى عليك أنت ثم ترد، أنت ترد بس، أما أنت تبدأ بحرب ما عندنا هذا. فيقول إمامنا علي عليه السلام والله هذا الهدف، والله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أرجو أن تهتدي بي طائفة، مو قاعد يقتلهم، تهتدي بي طائفة فتعشو على ضوئي، كأنه هو نور سلام الله عليه، يقبلون على هذا النور، وذلك أحب إلي من أن أقاتلها. أنا لست في أحب أنه أسفك الدماء، أحب إلي من أن أقاتلها على ضلالها وإن كانت تفو بأثامها. إذا غاية القتال قتال، مو غاية أن يقتل الناس، وإنما أن يجيبهم يعشو تعشو إلى ضوئه سلام الله عليه. الشيء الآخر في بدر، تدرون 70 واحد قتل، 70 واحد أسر في بدر، 140 المسلمين ما يتجاوز القتل أكثر من يمكن 14 واحد أكثر شيء، أكثر الروايات 70 قتيل 70 أسير. الأسرى ما قتلوا، الأسرى جابوهم واحترموهم، بل جعلوا فداءهم أن واحد إذا يعرف قراءة وكتابة يعلم، وهذا تأكيد على العلم، يعلم من المسلمين، يعلم قراءة وكتابة ثم طلعوا بدل الأموال. اليوم المسلمين هل يفعلون هذا الشيء؟ اليوم ما في شيء اسمه أسرى، يمسكه بعد ماسكه يقتله، يمثل به احترام الأسير له حتى بالقوانين الدولية الآن له احترام، ولكن الآن ما موجود، ما مطبق يعني. أيضا عدم التنكيل بالقتلة، إنسان مشرك قاتلك قتل، ما في تمثيل، يعني واحد يمسكه يقطع رأسه وكذا، هذا كله كلام يعني، حتى عن الإمام علي عليه السلام بعض الكلام ينقل أنه قطع رأس فلان وجابه، وعن علي الأكبر لا، يمكن هذا كلام يمكن ليس دقيقا وليس صحيحا، باعتبار أنه أهل البيت ما عندهم هذه النفسية يقتل ويجيب رأسه مثلا حتى كذا. فعدم التمثيل بجثة القتلى، القتيل قتل يدفن حتى لو كان كافر يدفن، هذا من حقه. اليوم أيضا نفس الشيء، يقتل تقطع أعضاءه، يعني في حالة من الإجرام لا حدود لها، اليوم لا حدود لها في عالم الإسلامي لم نسمع بها من يعني من قبل. نعم فعلها الأمويون، فعلوها كما فعلوا مع زيد وحرقوا جثته وخلوا بال4 سنين على جذع نخلة، لكن هذه حالات طارئة الآن صارت عادية جدا، عادي إنه يعني يطعن قلبه مثلا، طلع ما في داخل قلبه زين. فالصور رهيبة والمشكلة الآن صارت تنشر، قبل كانت تكتب بالكتب ما حد يقرأ كتاب، اليوم تنشر بالفضائيات ويوتيوب وغيرها، وهذا يعني ليس من الإسلام في شيء إطلاقا ولا من الإنسانية في شيء. الإمام علي عليه السلام قتل اللي ضربه هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي عليه اللعنة، هذا اللي قد ضرب الإمام في مثل هذه الآية الآتية، أمر أن لا يمثل به، إذا قال إذا مت ضربة بضربة، هذا قصاص، قصاص لا بد منه، إذا أنا مت من ضربتي هذه فاضربوه ضربة واحدة ولا تمثلوا به، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والمثل فإنها حرام ولو كانت بالكلب العقور، حتى لو حيوان يعني أجلكم الله لا يمثل به. يعلم الإسلام بهالعظمة هذه، وأراد أن يبين للمسلمين أنه صح في حرب لكن في لها أصول، حتى الحرب لها أصول، أما هكذا فوضى لا يمكن. فكانت بدر حقيقة هي بداية، وكانت بعدها قريش انكسرت، بعد بدر كانت قريش في واقع الأمر تحضر عد العدة حتى تقوم بجولة أخرى كما صار في أحد وغير أحد، ولكن شوكتهم انكسرت، هذا المهم. أنت الآن لما واحد تكسر هيبته أمام القبائل انتهى، بعد انتهى قريش بعد واقعة بدر غير ما هي قبل بدر،
لأنه من قتل في بدر؟ قتل ساداتهم، أبو جهل قتل، وعتبة وشيبة وربيعة، وكما ذكرت اليوم في خطبة الجمعة أنه نصف قتلى بدر بيد علي بن أبي طالب، ونصفهم الآخر كان مشاركا فيهم، والثلاثة اللي قتلوا في البداية تقدموا عتبة وشيبة والوليد، الثلاثة اللي قتلوا قتلهم علي عليه السلام وشارك فيهم، شارك حمزة وشارك عبيد عمه أيضا، فكان بداية النصر على يد علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وأصلا هو النصر عنوانه علي عليه السلام في الإسلام، عنوان النصر ذا في الإسلام. إذا أردنا أن نقرأ من بدر وإلى آخر المعارك كان علي عليه السلام هو قطب الراحة في كل هذه المعارك صلوات الله عليه، ولذلك ترك له ذلك الرصيد من الحقد والكراهية وإلى هذا اليوم. هذه بعض يعني مجمل حول ما جرى في بدر، هذه المعركة المفصلية التي كانت بحق فرقان، فرقت بين الحق والباطل، بين الضعف والقوة، بين العز والذل الذي أريد للمسلمين أن يكونوا فيه به. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعل من هذه الانتصارات لأمتنا خير زاد ومعين، لأن تعيش دائما هذه الروحية، وأن تعيش دائما هذا الأمل بنصر الله عز وجل، وما ذلك على الله ببعيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.